البسمة والسعادة، دائما تصاحب أوقات التسوق ودائما تصاحب لحظاتنا العائلية أو مع أصدقائنا أو الفردية والشخصية في تسوقنا للعيد. العيد قرب، كيف الناس تستعد له؟ في الرؤية والناس راح نزورهم وراح نسألهم، خليكم معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، نتعرف عليك. فيصل بن سعيد بن حمل العبري. حياك الله يا فيصل. فيصل نشوفك نتجول كذا في السوق ومعك أصدقائك اللي ما طاعوا يظهروا معانا. صحيح. أيوة. وش سالفة التجوال هنا؟ والله عرفنا إنه حين وقت عيد جاي، وكنا نستعد استعدادنا تفصيل تعيد ملابس، والعيد ترى يحتاج له ثوب الجديد على ما يقولوا. فهذه بدايتنا اليوم كان. زين، وش رايك في التسوق من الاسواق التقليديه؟ بصراحه انا يعني متعود، ويعني كما تقولوا استمتع، ما احب، بس احيانا اروح يعني مجمعات تجاريه على اساس مثلا اخذ مصر كذا يعني. اما كل اغراضنا واغراض البنات وكلنا يعني من الاسواق التقليديه. وين المتعه في الموضوع؟ انت قلت استمتع، يعني هل لانها تذكرك بالماضي او شيء؟ يعني أحس براحة، يذكرني يعني بالماضي، يذكرني بالبلد. يعني مثلا أروح السوق، حتى لو ما باغي شيء، يعني أنا جاي أخذ مثل كمة، أسير قبل أمر داخل وين ما يبيعوا الخضروات وهذا حاجات اللي هي القاشع ما قاشع وكذا، بس نمر واليوم يابس يعني نشوف أغراض العيد يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله طيب. طبعاً عبد الجبار شافنا نتكلم عن العيد وأصر إنه يشاركنا في الرؤية والناس. عبد الجبار، كيف السوق هنا؟ ماشي حال، يعني تو ما يمسي زيادة، لكن إن شاء الله هذا الشهر قدام جاي إن شاء الله يمسي سوق. متى العمانيين يعني يتسوقون هنا للعيد؟ هنا يعني تقريباً 20 يوم و 15 يوم قبل في رمضان يمسي على يعني. كل شيء جاي، عمانيات كله إن شاء الله فصل من ملابس رجال، وهنا في السوق كبير. ما في قبل رمضان، في نص رمضان اكثر شيء، اكثر شيء يعني نص رمضان كذاك. ما تستوي زحمه؟ زحمه جاي يعني اخر مشان 10 يوم 5 يوم قبل رمضان. وكيف الامور العائله في البيت؟ حتى يعني عندكم كل العائله ليله العيد؟ لا انا الوحيد للعيد، عشان احس لازم خياط خاص حلكم عيلي اذا اموركم ما طيبه. لا ترى قبل العيد هم يربشون ربشه، عشان كذا انا ما حصل حتى فرصه حال نفسي، فعاد استعد انا معهم نفس الحاله. زين عبد الجبار، في مثلا عمانيين يقولون ان السوق في رمضان يغلى كثير لانه العيد، هل هذا صحيح ولا لا؟ لا ما هذا صحيح، بالكم ما سكيما يعني ما هل مشان محل كله ما واد محل كله وهذا يعني خلق كله مختلفه، في اتي رخيص في اتي شوي غاليات، مشان جابان مال اندونيسيا كله كماس ما واد لا بالكم ما سكيما يعني. هلا فيك ابو عبد الله، ما شاء الله تتجول انت والمدام، واكيد السالفه فيها العيد. العيد طبعا نفصل حال العيد، حال الاطفال وحالي انا وحال المدام عاد. كيف تخصص ميزانيتك للعيد سنويا؟ والله ما اخصص بدايه، يعني ابدي قبل اتشرى عشان يعني تكون الميزانيه احسن. يعني قالك في شيء من الفترات يعني ما نسقت زين للعيد وحسيت انه صار عليك ضغط؟ مرة واحدة بس، يعني كنت مشغول ما موجود مثلا في مهمة عمل ولا شيء، مرة واحدة فقط يعني. والله مع الشباب أحسن شيء، يعني تأخذ راحتي أكثر، نطلع متى نبغى، نرجع متى نبغى، ندخل أي مكان نبغاه، بدل ما نتفادى الزحمة وكذا، ناكل اللي نبغاه حرور ما حرور، ونتأخر على كيفنا. ونتأخر على كيفنا، ناخذ راحتنا كما قلت. شفتوا بنات، يعني هم يحبوا يتأخروا لكن معانا ما يحبوا يتأخروا. كشفناهم. زين انت يعني ايش تقول للبائعين اللي يرفعون السعر وقت العيد؟ يعني ايش رأيك فيهم؟ لا يعني اذا انا كبر كل شيء، يعني جاي قبل واشار فصل حصل شوي رخيص، كما شوي زين حصل، والتفصيل بعد زين حصل، بس هذا يعني يمكن خياط اخر يرفع سعر، يقول هذا محتاج انا يرفع سعر. لا هذا رفع سعر يعني اخر خياط، مشان ما هو وقت كل خياط متروس، لا ما عنده مشان واجد نفر فصل، اي رفع سعر كل ما هو كله، لكن من شويه يعني. والحين جايش الكميم، وحصلت الشيء زين؟ حصلنا ما شاء الله، عاد خلاص بادين بضاعتهم جاهزه.
ونحاول ان نحصل اسعار زينه ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يكون عيد سعيد ومبارك. الله يبلغك رمضان ويبلغك العيد. نعم انتم بخير ان شاء الله. انت بخير وصحه وسلامه. شكرا لك. بارك الله فيك. احسنتي. شكرا. كيف هي اجواء العيد واستعداداتكم؟ تفضل الاسواق التقليديه او الاسواق الحديثه؟ التقليديه اكثر شيء يعني الاثنين مع بعض، يعني نسوي تقليدي ونسوي الحديثي. ايش اللي يميز الاسواق التقليديه؟ يعني يميز شيء قديم و ما اعرف كيف يعني اوصف. بسيط وبسيط يعني. تحب تنسق مع اطفالك لما تختار اغراض العيد؟ ما نسق معهم، بس الاطفال غير، يعني الاطفال غير تنسيق محدهم وانا وحدي يعني. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق، ان شاء الله تكون اجازه سعيده ويكون ايضا اجواء حافله. احسنتي، جزاك الله خيرا. وايش احلى يعني اجواء عندك في العيد يعني؟ والله في العيد احنا عاده يعني في ولايه في منطقه متكتفه مع عاداتها وتقاليدها، وهذه العادات والتقاليد اصبحت يعني ما نسويها الا في وقت المناسبات مثل الاعياد، وقت العزاء، وقت الافراح. ففي العيد افضل شيء انه طبعا الاعياد اصبح للاطفال، احنا بس علينا الذبائح وتقطيع اللحم والزيارات الاهليه بس. تحس نفسك مكروف؟ والله ما مكروف، يمكن دبل مكروف بعد. ايوه. يعني ما تستمتع؟ تحس شيء اجباري؟ ما اجباري هو، لكن هي فرحه، وكل واحد يعتبر في العائله كعنصر، وانت عشان تكمل الفرحه كامل لازم كل عنصر يكون بواجبه. كذاك. كيف العيد عشانك انت تجيب اقمشه جديده وتحضر للناس اشياء جديده؟ ايوه كل عيد ان شاء الله كل جديد قماش جاي، ودائما ان شاء الله انا كل شهر انا عبد الجبار في الهندي نفر، وانا كل شهر يعني استريك بالقماش جديد، وان شاء الله اتي اذا في جاي من زبون معك انا اتي رخيص ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك عبد الجبار، وكل عام انت بخير مقدما. امين ان شاء الله، كل عام انتم بخير، وكل امانيات عمان واجد هالوك بلاد، وانا حب جاده في الأمان يعني ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. التخطيط للامور امر لابد منه، فكيف لكان تخطيط لفرحه وبهجه كبيره؟ خلك دائما منسق وقتك ومنسق ميزانيتك لاحتياجاتك ولمتطلباتك، وخلي العيد فتره فرحه وبهجه وراحه بال، وبعد عن الاوقات اللي تكون اخر الوقت، ولا تكون سبب في زحمه ذاتك وزحمه الاخرين. وكل عام وانتم بخير.